تزامناً وانطلاق الأسبوع العالمي للمقاولاتية، عملت كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وكذا جمعية جازوبورا التي تضم ناشطين جزائريين من كافة أنحاء العالم على توحيد جهودها لخلق تعاونية تعنى بالمقاولاتية والمشاريع المبتكرة، وذلك بين فئة الطلبة الجامعيين. رايحين نشوفوا من جهة تقديم يعني معرض بعض المشاريع نتاع الطلبة، ومن جهة أخرى يكون فيه ورشات ويكون فيه أعمال اللي رايحة تزرع يعني المقاولاتية في يعني ذهن الطلبة، وهذه تدخل يعني في استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في النظرة الجديدة نتاع الجامعة، وين أصبح يعني احنا نحاولوا باش نفهموا الطالب باش ما يكونش هو الطالب عامل، ولكن أيضا هو يكون هو اللي يخلق المناصب الشغل وهو اللي يخلق يعني المؤسسات. اليوم شفنا كانوا فيها مشاريع مهمة ومشاريع اللي تنجم تتجسد في الواقع، ولكن بالك كان خاصتهم شوية يعني مرافقات تاع المتعمين الاقتصاديين، لأنهم هما عندهم خبرة وماذا بينا احنا نتقاسموا الخبرة تاعنا معاهم، وسي لو بوت تاع مع الجامعة واللقاء هذايا. ملتقيات وورشات عمل تطبيقية موجهة لطلبة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، والهدف الإلمام بجميع المراحل التي ينطوي عليها تحويل فكرة مبتكرة إلى مشروع تجاري جاهز للاستثمار. C'est un club dédié l'informatique. Donc, عندنا 3 sections. Section IT اللي نديرو فيها الويب داف هذوك لي سيت ويب وكلش. Section robotique. Section game dev. Donc robotique ثاني نخدمو لي سيميلاتور، نخدمو دي روبو ونكوديوهم، وجيم داف ثاني نكوديو الجيمز وكلش. عندنا في سيكسيون اي تي ثاني كاين انتيليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي، عندنا الامن السيبراني، وعندنا لي ديفلوبمون ويب ولي ديفلوبمون تاع لي زابليكاسيون موبيل. رانا هنايا اليوم باش نبريزونتيو الكلوب تاعنا مع لي زونتربرونور وكلش، باش نوريو لي بروجي اللي يخدموهم الكلوب ونبروموتيزيوه لي زيتيديون باش يدخلوا فيه ويتعلموا. الجامعه تحتاج نوع من التطبيق، وهذا التطبيق تلقاه في المؤسسه، والعلاقه المعاكسه هو ان المؤسسه لازمها يعني كل ما يخص التجديد في العالم في المحيط تاعها، والمؤسسه شوفوا يعني عاده تكون مشغوله في الانتاج في التصدير في تروي تنسى للمستحدثات تاع العالم. هذه هي يعني العلاقه هذه حتميه. نشر ثقافه رياده الاعمال وتعزيز الابتكار لدى الشباب الجامعي وحاملي المشاريع، تشجيعا لهم على ولوج مجال المقاولاتيه، هو ما يعمل عليه القائمون على تنظيم هذه التظاهره، تماشيا وتوجيهات السلطات في منح الفرصة للشباب لتجسيد مشاريعهم وخلق الثروة.